بالنسبة للقصة هنتكلم عن الإعلام عشان شكل الفكرة المعيارية في الإعلام الرياضي بتزعل شوية، لكن هي الفكرة الأساسية. إحنا دخلنا مهنة الإعلام تشريحها الدستور بتاعها الرئيسي هو المعايير. المعايير دول في 15 معيار، ودول اللي اتعلمهم من كابتن ميدو جاري لينكر في البيبسي. في الدقة، في الإنصاف، في الاستقامة، في النزاهة. وبالتالي هذا الدستور اللي فيه 15 معيار اي حد يدخل الباب في المهنه دي يتعلمها الاول. ليه؟ عشان خاطر هو ماشي في الطريق يبقى فاهم الطريق. ثم التشريع، الدستور ده بيطلع منه التشريع. التشريع ايه؟ ضوابط اخلاقيه. الضوابط الاخلاقيه هي اللي بترجم المعايير، فبالتالي يبقى قادر ما يبقاش في تضارب مصالح زي ما سيدكم شاورته. فالاجابه في المعايير من الاول خالص في الاساس. فعشان كده انا هنا بس ايه وبكلم عن القصه دي مش متعلقه بالاعلام الرياضي، متعلقه بالاعلام كله اجمالا، الاعلام الرقمي والاعلام التلفزيوني وكل الاعلام. واعتقد ان مطلوب من المجلس كهيئه تنظيم لازم يبقى تدريب اولي للجميع، مش بتكلم على الاعلام الرياضي. برنامج تدريب اولي للجميع فيها ارشادات تحريريه، اي حد بيشتغل الشغلانه دي لازم يعرفها عشان يعرف تماما انه لما يفكر في قصه قبل ما يكتبها او قبل ما يقولها لازم يستدعي اطرافه.